مشكلة الإرث. وكيقوم إحنا عندنا في المغرب على واحد حديث ديال لا وصية للوالد. وهذا لا وصية للوالد إلا تبعنا فلا قلنا داخل الحزب الاشتراكي الموحد أننا نحتاج إلى اجتهاد فكري واجتهاد أصولي واجتهاد ديني. إذا تبعنا بحكين عن القول بأن عند المالكية فقط، عند المالكية متشددين في هذه المسألة ديال لا وصية للوالد، بينما المذاهب الثلاثة الأخرى ما فيهاش. المذاهب الثلاثة الأخرى من غير المذهب المالكي ما كاينش. وبالتالي اللي كنشوفو داخل الحزب الاشتراكي الموحد بأن صاحب الملك هو حر في ماله، في حياته، حر في أمواله، حر في ممتلكاته، وأعطاه الدين، أعطاه الحرية في الوصية، فلماذا نقيد هذه الوصية وما نقيدها؟ كيفاش نقيدها؟ ومنين نحلوا هذه المشكلة ديال لا وصية للوالد؟ غنحلوا مشكل كبير من المشاكل اللي كيطرحها الإرث، وغنطرحوا المشكل ديال التعصيب، لأن التعصيب هو ماشي تعصيب واحد، تعصيبات كثيرة، فالتعصيبات الكثيرة من بينها ديال اللي كنشوفوا هي ديال الأسر المكونة فقط من البنات. هنا نعبروا لا وصية، نحيدوا هذه لا وصية للوالد، ونلتحقوا بأن الوالد من حقه أن يوصي، غنحلوا هذا جزء المشكل. مشكل آخر كيتطرح الآن في المجتمع هي المشكل ديال الإرث ديال الإبن المتكفل به. عندنا إبنين، الإبن البيولوجي والإبن المتكفل به. كيفاش الإبن المتكفل به اللي جبتيه أنت تكفلتي به وفي عمره 6 شهور أو 3 شهور أو 4 شهور وعاش معاك 20 30 عام 40 عام، ربما هو اللي وقف معاك أو هي اللي وقفت معاك عند البنت وعاشت معاك 30 عام وهي معاك وقفت معاك في المرض ومعاك وغدا لا قدر الله موصيتيلوش ومات، كيتطرد ويمشي فين؟ كيمشي فين؟ على نرميوه الملجا، نرميو للشارع، نرميوها للشارع. فبالتالي اقول بان الارث هذا مشكل خصنا نوضعو يدو في اطار الاجتهادات المتنوره اللي قلنا بان باب الاجتهاد ما خصوش يتسد، وبانه من داخل الاجتهادات ما نقدروش ما نوقعوش في صراع مع الدين ولا صراع كما كيشيروا البعض، ولكن انه كاين هناك الاجتهاد المتنور وان ممكن حل هذه المشاكل كما قلنا نحن بان الحق في الوصيه والحق في الارث ديال الابناء بالتبني والغاء التمييز في الارث كما قالت الرفيقه سميره، التمييز بالارث على اساس ديني، خاصه الان المجتمعات حنا واحد الجزء كبير من المجتمع المغربي راه 7 مليون ديال المغاربه يعيشون في بلاد المهجر وكيتزوجوا باجانب، اما المراه كتزوج باجنبي اطفال كيفاش يتمنعوا من الارث؟ فالمجتمعات تغيرت، بنيه المجتمع تغيرت، مع تغير بنيه المجتمع اكيد انه خاص اعاده الاجتهاد والتجديد، وهذا هو اللي كنطالبوا به حنا نحن التجديد الديني، وهذا هو الاجتهاد ديالنا اللي قدمنا في هذه مساله الارث اللي حاولت